لا أبدا، يعني بعد ما سجلنا الهدف الثاني حصل الطرد. طبعا فريق الأنصار فتح ملعبه يبغى يهاجم، فسجلنا هدفين الحمد لله. على كل حال 3 نقاط في الدوري. طبعا حنا يعني كان مستوى جيد نوعا ما، لكن حنا ما نبغى نبالغ في الفرح، مجرد 3 نقاط. عندنا معسكر مهم في قطر، إن شاء الله ينسجمون اللاعبين الأجانب أكثر مع اللاعبين الآخرين واللاعبين السعوديين اللي أتينا بهم، وإن شاء الله يكون حال النصر أفضل إن شاء الله بعد المعسكر. لماذا لا تذكر لاعبي الفريق الأولمبي سمو الأمير؟ لماذا ليسوا معكم في المعسكر؟ لأنه الأولمبي عنده مشاركات أظن، يعني ما تقدر تأخذهم كلهم. خذينا الظاهر 3 لاعبين من الأولمبي، 2 منهم بعد ذهبوا المنتخب الأولمبي. يعني إن شاء الله اللاعبين اللي أتينا بهم في المعسكر بإذن الله يتطورون ويشاركوا مع الفريق في المستقبل. لماذا تطمح في هذا فيما تبقى من هذا الدوري أو هذه أو المسابقات والموسم بشكل كامل؟ أبدا، نطمح أن الفريق يظهر بصورة أفضل إن شاء الله، نحسن مركزنا في الدوري، نتأهل كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين، وإن شاء الله يكون فريق منسجم في هذاك الوقت نقدر يعني نوصل مرحلة جيدة في كأس مولاي خادم الحرمين الشريفين. لم يقنع ماتورانا كثيرا، أقنعك أنت كرئيس للنادي، لم يقنع على المستوى الفني الجماهير. بالعكس، ماتورانا يعني ما له إلا شهرين في نادي النصر، بدأ يتعرف على الفريق، إن شاء الله مع نهاية الموسم يكون يعرف احتياجات الفريق وعارف اللاعبين كلهم، ومن حيواصل معاه بإذن الله في المستقبل. فلذلك احنا متأنين في هالموضوع، ولذلك وقعنا معاه لمدة 2 سنين قادمة. بالنسبة للرواتب متأخرين شهر واحد، لكن إن شاء الله يعني بنسدد الشهر هذا في وقت قريب، وإن شاء الله نستمر أنه ما تتأخر الرواتب على اللاعبين. لكن ما في شك أن عندنا أمور مالية، مستحقات مالية، إن شاء الله بنسددها في